السلام عليكم، معكم عبد الخالق فهيد الفكاهي ديالكم اللي ساهمتوا به نتوما بشكل كبير. كنبغي بها نغتنم الفرصه بمجيئنا هنا ببروكسل، نبغي نبارك الشهر الكريم رمضان الكريم للجاليه المغربيه اللي كتواجد بروكسل وباوروبا بصفه عامه وبلجيكا بصفه خاصه، وتحياتي لكم. راه كنحماقوا عليكم هي ونموتوا عليكم، تحياتي عواش المبروكه، تحياتي. السلام عليكم، مرحبا بنا عندكم، وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد ان شاء الله، يدخل عليكم الصحه والعافيه. تسناونا احنا معكم. السلام عليكم، احنا جينا وجينا هذه المناسبه اللي كانت بالنسبه لي انا مفاجاه، لان كنبارك هذه المناسبه، كنبارك رمضان للناس هذو ديال بلجيكا، الله يطول عمرهم، ونتمنى نشوفهم في رمضان ديال 2090 بزاف، يلا 3090 حتى هي بزاف، 7000 صافي قبلوها. رمضان كريم لكل المغاربة، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، الجالية المغربية المقيمة في أوروبا كاملة وفي العالم كامل، كنتمنى لهم رمضان سعيد مليء بالصحة والعافية وكثير من التعبد إن شاء الله في هذا الشهر المبارك. وحنا فرحانين أننا نتواصلوا مع إخواننا وأصدقائنا اللي ما كيبخلوش علينا بالمشاهدة ديالهم وبالفرحة ديالهم معنا كل ما جينا لبلجيكا، وإلا وكنتواصلوا وكنفرحوا جميع. فكنتمنى لهم أننا يدوم التواصل بيناتنا ويدوم اللقاء في مناسبة وأكثر من مناسبة. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. السلام عليكم، لقاء ميلو تخلينا الله يرحمك راه معنا حنا الجاليه زعما. تحيه للجاليه في جبليكا، انا فرحان باش عرفت انت كتصحح لي زعما بحال كنقرا في السادس، راه بالعاني قلت جبليكا. تحيه للجاليه المغربيه المقيمه ببلجيكا بروكسل والنواحي ومنزه في قلعه الصراغنه وبني ملال. انا فرحان باش نكون معاكم اليوم انا، وكنقول لكم عواش مبروكه، رمضان كريم، تهلاو. رمضان يعني شهر العباده، ملي كنقولوا العباده العباده ماشي ملي تاذ المغرب جوج بطبوطات وسط محراشه 3 كيلو ديال البيض مسمنه البغرير، وهذا ما كيجي المؤذن فيه يقول لا اله الا الله حتى كتغوت المعده، لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم انا هذا منكر. السلام عليكم ورحمه الله، اتمنى للجاليه المغربيه المقيمه ببلجيكا رمضان مباركا سعيدا، وكل عام وانتم بالف خير. السلام عليكم، ناس تاع بلجيكا، on est vraiment très très heureux d'être là et on vous souhaite en fait un ramadan, un bon ramadan avec plein de santé, et surtout ne mangez pas trop parce que vous allez grossir et en même temps vous allez perdre de la santé. Alors voilà, je vous souhaite un bon ramadan et à bientôt Inch'Allah. Donc... ايامات مباركه وشهر رمضان مقدس ان شاء الله اللي راه جايب دون كيلكو جور. جو سويت ان بون تري بون رمضان ان شاء الله، ربي يدخل عليكم الصحه والعافيه وهنا وكاع على جميع الامه الاسلاميه، ويا ربي ان شاء الله يجعلها سيغتو مغفره الذنوب. اي الشاب السلطان معكم جوزيف. مساء الخير من قلب بروكسل، حنان محمد تتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، مغفرة الذنوب إن شاء الله الرحمن الرحيم، والقليل من الحروب والمزيد من السلام في كل العالم. تحية مني لجمهوري وللجمهور العربي في كل مكان، رمضان مبارك سعيد. مرحبا بكم، معكم محمد شاطر من إذاعة أرابيل، كنقدم لكم التهاني بمناسبة حلول هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المعظم. الله يدخلوا عليكم بالصحة وبالبركة وكل ما كتمنوا، وبالسلم والأمن والأمان لبلادنا، ونوحدوا الكلمة ديالنا. وتحية لكل المغاربة الحرار من الحسيمة حتى القويرة، رمضان مبارك سعيد.